دكتور لؤي، اهلا بك، نورتنا. بداية، ما هو الفيروس المخلوي التنفسي ولماذا يصيب الأطفال بشكل خاص؟ أسعد الله صباحك وصباح السادة المشاهدين في لبنان الحبيب وفي الوطن العربي. يا هلا فيك الكريم. الحقيقة الفيروس التنفسي المخلوي أو نسميه إحنا Respiratory Syncytial Virus هو أحد أشهر الفيروسات الموجودة منذ القدم، تصيب الجهاز التنفسي بشكل عام العلوي والسفلي خاصة عند الأطفال، وهو يعني من الفيروسات التي تشبه بسيرها فيروسات المسببة للزكام والنزلات التنفسية مثل البردية أو ما نعرفها اللي هي نزلة البرد الرشح إلى آخره. والأطفال بلا شك هم أكثر عرضة، خاصة الرضع ودون سن العامين، كونهم لم يسبق أن يتعرضوا له، ولكن البالغين يكونوا في بداية حياتهم قد أصيبوا بهذا الفيروس فتكونت لديهم مناعة جيدة نوعا ما تقيهم من الإصابات المستقبلية. الفيروس التنفسي كما تفضلت وهو حاله حال أغلب الفيروسات التنفسية، يبدأ بشكل موجي بسيط ولكن خلال فترة الخريف إلى بداية الربيع تقريبا، وأعلى ذروة تكون في بداية الشتاء، يعني في شهر 11-12 من كل عام تكون هناك أعلى معدل للإصابات. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا الإصابة يعني تصل إلى 50% من الأطفال سنويا تقريبا يصابوا في هذه الفترة بهذا النوع من أنواع الفيروس. وكيف ينتشر؟ يعني بما أنه تنفسي كما كورونا، هل ينتشر أيضا من خلال الرذاذ والهواء والسعال والعطاس وكل ما سمعناه عن كورونا قبل؟ نعم صحيح، هو فيروس ينتشر بشكل على شكل الاتصال مع رذاذ الشخص المصاب أو الطفل المصاب، سواء كان بالعطس المباشر أو ملامسة الأسطح والأدوات أحيانا في المصافحة في التي يعني للأدوات أو الأجهزة التي تلوثت برذاذ الذي يحمل هذا الفيروس. الفيروس طبعا مميزته أنه يستطيع البقاء نشطا على الأسطح لساعات، وهذه هي المشكلة. فإحنا بنقول إنه هو شبيه نوعا ما بفيروس كورونا من حيث المسار أو النمط الانتشار والعدوى، ولكن الفكرة إنه هو يكون بشكل أكبر في الأطفال، ولذلك الأطفال هم هنا مصدر العدوى الأساسية وليس البالغين، على العكس من مثلا مرض كورونا، لأنه في كورونا الإصابة تكون أكبر في البالغين والفئات الأكثر عمرا. نعم، ولكن هل يلتقي مع كورونا إصابته أو ضربه خصوصا الأشخاص ذوي المناعة الناقصة أو المناعة الضعيفة؟ نعم بلا شك، يعني صحيح هو معدل انتشاره بين الأطفال عالي جدا، خاصة كما قلت دون العامين والرضع والأطفال الذين لديهم مشاكل معينة سواء في الجهاز الصحي التنفسي أو بشكل عام الخدج كما نعرفهم، ولكن حتى البالغين مرضى السكري على سبيل المثال، مرضى الأزمة، هؤلاء معرضون للإصابات، والإصابات عند هذه الفئة من الناس قد تكون متطورة، ولكن إجمالا في البالغين يعني لا تكون الإصابات قوية. يعني لو بدنا نعمل مقارنة بين حدة الإصابة والعمر، نجد أنه من كل 100 طفل مصاب بهذا الفيروس هناك طفلين قد يحتاجوا إلى دخول إلى المستشفيات، بالمقابل من كل 400 بالغ تقريبا أو 500 قد نحتاج إلى بالغ واحد الذهاب إلى المستشفى. فالقضية نعم أتفق، وهذا يعني موجود عليه دراسات كثيرة تشير أنه عند غير سويين المناعة من الفئات العمرية العالية هم أيضا معرضون للإصابة، وإصابة تكون نوعا ما أشد من الإصابة الطبيعية. طيب دكتور لؤي، ما هي أبرز أعراضه، أعراض الفيروس التنفسي المخلوي؟ يعني في الحالات الطبيعية وعند الناس سويين المناعة وحتى الأطفال يعني في أعمار المدارس نقول، تكون أعراض شبيهة تماما بالزكام، عطس مستمر، لا يوجد حرارة بالعادة، ما في حمى، سيلان للأنف، عند الأعراض النزلة الخفيفة التي نعرفها. أحيانا قد يحدث التهاب في الحلق وهذا موجود، ولكن يكون ضمن الحدود المسموحة، تستمر هذه الأعراض لمدة 5 إلى 6 أيام بالكثير أسبوع وبعد ذلك تختفي. لكن عند الذين لديهم مشاكل صحية
يبدأ الفيروس بالهبوط إلى الجهاز التنفس السفلي، فتظهر بشكل عام أعراض التهاب القصبات الهوائية التي تتمثل بالسعال الجاف الشديد مصاحب بارتفاع في درجات الحرارة، وأيضا تبدأ مشاكل اللي هي ضيق التنفس أحيانا وحدوث مثلا مشاكل في هبوط الأكسجين، وهنا تبدأ المشكلة. لذلك من الأطفال يجب أن يتم مراقبة لون الجلد على سبيل المثال في حال حدوث ازرقاء، هذا دليل على نقصان الأكسجين، وبالتالي هنا قد نحتاج إلى تدخل علاجي، ليس فقط أن نعتمد على الفيتامينات أو التغذية أو خفضات الحرارة. فلذلك الأعراض متفاوتة، وأقصى شيء هو حدوث التهاب الرئة الذي يشبه بشكل عام التهابات كورونا، لكن لا يوجد مرحلة اللي هي السيتوكاين ستورم، عاصفة السيتوكينات لم تسجل مع هذا النوع من أنواع الفيروسات بشكل عام، قليلة جدا، وهذا يجعل يعني هو أخف بكثير من فيروس كورونا المستجد، لأنه إحنا مشكلتنا مع الكورونا هي عاصفة السيتوكاين، هذه السيتوكينات مشكلة تؤدي إلى انهيار في أجهزة الجسم، هذا نادر الحدوث جدا في الفيروس التنفسي المخلي. نعم، وإكمالا للحديث عن العلاقة بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي، هل صحيح أن انتشار كورونا خفف من يعني كبت بعض الفيروسات وكبت انتشارها مثل الفيروس التنفسي المخلوي، وذلك طبعا بسبب الإغلاق، وبالتالي لم يتمكن الأطفال من بناء مناعة ضده؟ يعني نعم، نسبيا هذا الكلام صحيح. الحقيقة أنه فيروس كورونا بشكل عام نظرا لقوته وكانت سرعة انتشاره أدى إلى خلينا نحكي احتلال جزء كبير جدا من جهاز المناعة، بنفس الوقت قلل من وجود الاحتكاك اللازم لانتقال هذه الفيروسات. يعني أطفالنا على سبيل المثال خلال الإغلاقات لم يكن يذهبوا إلى المدارس، ومعروف أنه قد ينقل أو الحضانات بشكل عام لأن الأعمار صغيرة. لكن هناك أيضا ملاحظة، يعتقد بعض العلماء وهناك شواهد سريرية أن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا تكون أعلى عند الأطفال إذا كانوا مصابين بفيروس التنفس المخلوي. يوجد دراسة طلعنا عليها تقول أنه قد يزداد معدل الإصابة بالكورونا عند الأطفال الذين يعانون من التهاب لحظي بفيروس اللي هو التنفسي المخلوي. لكن إجمالا أستطيع القول ومن خلال خبرتي مع الفيروسات، عندما يصاب جسم الإنسان بالتهاب فيروسي في تلك الفترة يبدأ جهاز المناعة بتكوين مناعة خاصة تسمى بالمناعة المدربة، نسميها الارمد اميونيتي. هذه المناعة ليست خاصة هي بالكورونا، ولكن الجسم يبدأ يتعرف أنني نعم تدربت الآن على وجود فيروسات، فيستطيع أن يقاوم نسبيا الإصابة بفيروسات. طيب دكتور، أنا أتفق أنه نعم فضل. يعني كأن الموافقة نسبية. سؤالنا الأخير بس لأن غدرنا الوقت في دقيقة أخيرة، سبل العلاج. نعم، حاليا يعني حسب الأعراض هي ما تحدد العلاجات، الوقاية هي خير طبعا وسيلة. بالنسبة للعلاج، إذا كان هناك مشاكل في الجهاز التنفسي يحتاج إلى تدخل المستشفى، نحتاج إلى أجهزة أحيانا تنفس صناعية أو السيباب مثلا اللي هو الضغط المستمر، خافضات الحرارة قد تعطى للأطفال، ولكن لا يوجد علاج يعني شافي ب 100%، وأصلا أغلب الحالات لا تحتاج، يعني أغلبها بتطيب لحالها، لكن الوقاية مهمة جدا. الآن بالنسبة للوقاية وخاصة عند الخدج، يعني إحنا مشكلتنا مع الخدج الذين لديهم مشاكل، وهؤلاء قد يحتكوا بممرضات ممكن يكونوا لديهم أطفال مصابين، هؤلاء بحاجة إلى وقاية خاصة لا تكتفي بغسل اليدين يعني وسائل النظافة، قد يحتاجوا إلى أخذ شيء يسمى أجسام مضادة أحادية النسيلة خاصة ببروتين الاندماج اللي هو الأف بروتين. هناك يعني أجسام مضادة تباع موجودة تعطى هذه في فترة بداية، يعني إحنا هلأ فترة تخيل نهاية منتصف شهر 9 إلى منتصف شهر 11 للوقاية من الإصابة وليس للعلاج. يعني الوقاية هنا طبعا أهم من العلاج. الاختصاصي في الميكروبات والمناعة السريرية دكتور لؤي أبو قطوسة كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك، ومن خلالك طبعا نقول سلامة كل أطفالنا. الله يسلمك، يعطيكم العافية جميعا. أنت